بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله بمحاضرة الأولى في مادة الاتصالات، وعنوان درس اليوم هو أنواع الإشارات. تقسم الإشارات طبعا حسب نوع الإشارة إلى نوعين، الإشارات أو السيجنال الأولى تسمى الأنالوج سيجنال أو الإشارات التماثلية اللي تشوفونها حضراتكم. هذه الإشارات السيجنال الأنالوج طبعا هي إشارات تأخذ قيم متغيرة مثل ما تشوفوها بشكل أدنى، تأخذ أشكال على شكل الساين ويف أو الشبيه، ولكن على الأكثر هي تأخذ الشكل الساين ويف لغرض توضيحها بصورة صحيحة. أما النوع الآخر فهو الإشارات الديجيتال أو يسموها الإشارات الرقمية اللي تأخذ قيماً مثل 010 وهكذا. هنا تمثيل واضح للإشارة الأنالوجية أو الإشارة التماثلية اللي تبدأ على من نقطة الأصل اللي هي 0 وتمشي على المحور السيني باتجاه التايم الوقت، ومن الأعلى الأمبليتيود أو الفولتية سواء صعوداً بالموجب أو نزولاً بالسالب. وخير مثال عليها هي الإشارات الميكروويفية واللي تكون متموجة، ولكن للتسهيل سميناها إشارات موجية. بينما النوع الآخر يسموه الديجيتال، يلاحظ أن قيمتها تكون محددة وعند تغيرها مع الزمن مع التايم مثل ما تشوفون حضراتكم، وأيضا تأخذ قيم 010101 وهكذا سواء صعودا أو نزولا مثل ما تشوفون بالشكل التالي. هذه طبعا بعض التطبيقات على الإشارات الجيبية والإشارات الرقمية. هنا للتوضيح عدة أشكال أو تحويل الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال أو بالعكس، أو أنالوج إلى أنالوج أو ديجيتال تو ديجيتال. فنأخذ النوع الأول هو الإشارة التماثلية، كيف تتحول إلى إشارة رقمية كما نشوفها بالشكل التالي. هنا الشكل واحد إشارة تماثلية، هذه هي تتحول إلى إشارة رقمية باستخدام المرمز أو المفكك نسميه، العملية تسمى عملية الترميز. هذا هو الشكل الأول من تماثلية. الشكل الثاني من تماثلية إلى تماثلية، والخير مثال عليها هي الهاتف التليفون، حيث يقوم بتحويل الإشارة التماثلية إلى تماثلية أيضا نسميه أنالوج تو أنالوج. الحالة الثالثة هي الإشارات الرقمية إلى رقمية مثل ما نشوفها، ونستخدم طبعا لازم المرسل أو المستقبل الرقمي اللي هي ديجيتال ريسيفر و ترانسميتر. الحالة الرابعة والأخيرة هي تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تماثلية باستخدام المودم، حيث نستفاد من عدها بتحويل الإشارة الرقمية إلى إشارة أنالوج باستخدام حسب التطبيق. طبعا هذه كلها أنواع الإشارات وأنواع التحويل. نجي للمقارنة بين أنظمة الاتصالات الرقمية والتماثلية. طبعا أكيد تمتاز أنظمة الاتصالات الرقمية وهي تكون الأحدث وتمتاز، وهذا لا يعني أنه مميزاتها دائما الأحسن، بل حسب التطبيق أحيانا نحتاج إلى أنظمة الاتصال التماثلية وأحياناً أخرى نحتاج إلى الرقمية. طبعاً أكيد الجودة والكفاءة العالية نوعية المعلومات، هاي النقاط واضحة ما راح أخذ الوقت حتى أشرحها، ولكن واضحة. امتياز أيضاً أجهزة الاتصال الرقمية بفعالية واستقرارية ووثوقية بالعمل. كذلك النوع عامل الآخر والمهم وهو النويز التشويش راح يكون أقل منه في الأنظمة الرقمية عنه بالمقابل بالأنظمة التماثلية، حيث يتم عمليات الكوركشن التصحيح والاكتشاف وغيرها. كذلك إمكانية دمج عدد من الإشارات على نفس قناة البث، وهذا ما يكون إلا بالإشارات الرقمية. كتعدد الأنظمة الرقمية على تشفير البيانات، وراح نشوف تباعا كيف أن الأنظمة الرقمية بها صفات ومميزات تكون أعلى وأكثر من الإشارات الأنالوج. الأنظمة أكثر اقتصادية رغم أنه أحياناً تكون كلفة عالية
ولكن تباعا تكون أقل كلفة. تستخدم تقنيات المحوسبة يعني الكمبيوترايز سيجنال بروسيسنج من ناحية الستورج والكودينج والكنترول يعني التخزين والتشفير وهكذا. الآن رغم الإيجابيات مثل ما قلت لكم، لكن متعد لنا سلبياتها، تعد الأنظمة أكثر تعقيد أكيد وحاجة لغرض نطاق واسع مقارنة بالأنظمة. التحويل يرمز إلى التحويل التماثيل الرقمي الـ A/D يعني الأنالوج، الـ A تمثل الأنالوج والـ D الديجيتال يعني التحويل الرقم التماثيلي إلى الرقمي، وهكذا ذا بالعكس صير D على A. طبعا هذه الآلية تؤدي إلى الحصول على قيم، لأن هنا عندنا احنا موجات مجرد نبضات، ولكن نحولها إلى قيم للديجيتال اللي هي 0101. هاي العملية تمر بثلاث مراحل راح تشوفوها. المرحلة الأولى تمثل عملية السامبلينج، يعني أخذ عينات، عندنا هذه الإشارة الأصلية قلنا الإشارة الجيبية، وهنا عملية التحويل من أنالوج إلى ديجيتال، والمرحلة الأخيرة هي أخذ القيم نسميها الكوانتايزيشن، وأخيرا المرحلة الثالثة هي مرحلة الكودن، يعني نعطي مستويات لعمليات التكميم. هنا عمليات التكميم أرجو أن تكون تنفهم، عمليات التكميم يعني إيجاد كمية من كوانتيتي، وليس عملية هي تكميم أفواه مثل ما نفهمها، ولكن عملية إيجاد قيمة لكل منحني منا على هذا، نحدد القيمة كوانتيتي كمية، فالعملية تسموها تكميم. راح ناخذ ايضا مثال واضح على هذه العمليه. هنا بصوره عامه الى عندنا اشاره تماثيليه، كيف ناخذ الخطوه الاولى هي السامبلينج، اخذ العينات او النماذج مثل ما تشوفوها، بعدين هنا ايجاد القيم، هنا عمليه التكميم، والمرحله الثالثه عمليه الترميز حتى تتحول رمز النبضه الى قيمه، تتحول 10 10 -1 وهكذا تتحول الى اشاره رقمية. هنا يجب الانتباه أن معادلة واحدة مهمة، حيث أن هذه المعادلة تعتمد على قيمة الموجة الجيبية هذه الساين، ولكن الرموز هذه كل أخوان كل حرف أو كلمة لها معنى في هذه المعادلة. المعادلة هذه المهمة اللي هي M T تساوي أي ساين 2 باي F T، طبعا كل قيمة لها معنى. نبدأ بالM T، هي تمثل إشارة المعلومات تماثيل، يعني هاي الإشارة احنا نريد نرسلها نسميها أمتي. الأي قيمة السعة اللي هي موجودة على المحور الصادي، ربما تكون موجبة أو ربما تكون سالبة، دائما نمثلها نسميها أمبليتود، ماخذ الحرف الأول من أمبليتود السعة هي أي. الساين هو قيمة، هي ساين ويف، ساين الجيب وليس الكوساين اللي أخذتها بالإعدادية، الساين. هنا طبعا طول هذه الموجة هو 2 باي من الزيرو للتسعين تكمل إلى الباي، وطولها من تكمل دورة كاملة اللي هي 1 تايم، هنا التايم اللي سكند تنتبه عليه التايم، إلى 2 باي. وهنا الاف قيمة الفريكونسي، الفريكونسي هنا هو يمثل، لازم وحداته تنتبهون عليها، وحدة الهيرتز وليس الكيلو هيرتز، حتى إذا جاك بالكيلو هيرتز لازم تحوله، هنا جدا مهم الاف تي التايم بالملي سكند والاف الفريكونسي بالهرتز حتى نفهم ما يحدث في عمليه التحويل. هنا عمليه التحويل طبعا اكيد هي عمليه تحويل تماثلي الى رقمي. المراحل هنا مثل ما راح نعيدها نكررها، يعني المرحله الاولى اخذ العينات تكون على عن طريق الجيتنج يعني تبويب، حتى نقوم بعملية الهولدينج، وبعدين ناخذ نظرية العينات اللي تسمى سامبل ثيرم، واللي تنص على انه يتم اخذ عينات من الاشارة التماثيلية اللي راح نرسلها ذات تردد الاقصى. انتبه هنا بدت هنا الرموز الاف ام، دائما نسميه هنا الاف فريكونسي طبعا، وهنا الام الموجة التماثيلية اللي نريد نرسلها ننزلها بالرمز ام، اللي تختلف عن راح تشوفون الاف اس. الاف اس يمثل النيكوست او النيكوست فريكونسي راح ناخذه ان شاء الله. المهم نميز بين الاف ام والاف اس.
باختصار الاف ام هي القيمه التماثليه للاشاره ذات التردد الاقصى بتردد اخذ العينات اف اس، بحيث يكون لا يقل عن 2 اف ام بصوره منتظمه. دائما الاف اس هو اكبر من او يساوي الاف ام. هاي المعادله لازم تحفظها، يجب ان تكون الاف اس بالقليل يساوي قيمه الدبل اف ام، وراح ناخذها هنا بمسائل هنا حتى يتم. طبعا لسبب بسيط، ليش نسويها دبل؟ حتى يتم او يمكن استرجاع الاشاره التماثليه من عيناتها. ان هذا التردد اللي يساوي فيه تردد اف اس مع الاف ام يسمي، قلت لكم نسميه تردد نايكوست. هذا نايكوست فريكونسي، نايكوست فريكونسي. فاما اذا قل تردد اخذها عن ال 2 اف ام يحدث خطا هنا، لازم نقوم بعمليه الالايزنج ايرور وبين ونعيد عمليه نشر الاشاره من جديد، فيجب ان نطبق المعادله انه الاف اس او نايكوست فريكونسي يساوي اكبر من او يساوي دبل الاشاره التماثليه المراد ارسالها. مثال واضح منطيك اياه بالموجه السينيه بالمعادله هاي، شوفها امامك. هنا الحل هو يقصد به كل الرموز الموجوده. اذا طلب منك اتساع الاشاره او الامبليتيود، واضح من الشكل هو قيمتها 8. تردد الاشاره اف ام منطينا اياها من المعادله، قلت لكم لازم تكون بالهرتز. تردد الاشاره هنا كانت بمكان الالف كان اف، فاذا الاف الفريكونسي تردد الاشاره. هنا يجب الانتباه الاشاره هي اف سب ام وليس اف سب اس، اذا تردد الاشاره جايك مباشره يساوي قيمته الف من المعادله، بس تاخذه وتحوله للهرتز، هو محول هنا اوريدي، فاذا قيمه الاشاره التماثليه الف هرتز. زمن الدوره يقصد بها الدوره اللي تبدا من زيرو وتنتهي بدوره كامله. هاي المعادله مهمه وفهمتوها، دائما التايم عكس التردد. فاذا اريد زمن الدوره تي يساوي واحد مقلوب الاف ام، هنا يجب ان تخلي الف حتى تطلع الوحدات. اذا تخلي بالهرتز واحد على الف هرتز يساوي ملي سكند اللي هو زمن الدوره. زمن الدوره حتى تكمل دوره الاشاره او النبضه زمنها عرفناه هو واحد ملي سكند. هنا تردد نايكوست منين طلع من المعادله؟ اتفقنا انه دائما تردد نايكوست هو يساوي او اكبر من 2 اف ام اشاره الموجه. اكيد بس نضاعف العمليه، التردد عرفناه قيمته الف، بس نضربه في 2 وجدنا نايكوست، وواضح يجب ان يكون دبل قلنا حتى لا ما تتذكر هاي المعادله، بس ضربه في 2 هذا الالف يساوي 2000 ايضا هرتز. انتبه على الوحده ايضا هي 2000 هرتز. هنا زمن اخر يختلف عن زمن الدوره، هنا عندك زمن الدوره بينما هنا عندنا زمن اخذ العينات السامبلنج قلنا، وايضا ترجع للمعادله الاصليه اللي قلنا بها دائما التايم هو عكس التردد. اليوم الان سابقا اخذنا زمن الدوره عرفناه من 1 على اف ام، الان زمن اخذ العينات يساوي 1 على اف سب اس وليس اف ام، وهكذا 1 على 2000 راح يساوي نصف ملي سكند، واضح هو لان هنا ضعفه، فقبل كان زمن الدوره 1 ملي سكند، هنا نصفه راح تكون الزمن اسرع. اذا عدد العينات بصوره عامه، دائما عدد العينات ناخذه من قسمه قيمه تردد الموجه على نايكوست، وكذلك راح ناخذ امثله تباعا في المحاضرة السابقة على عمليات. هنا يوضح لك طبعا عملية أخذ العينات، ترسم الكيرف بينما هنا تحولت إلى قيم، شفتوا هاي المستطيلات سواء صعود أو نزول، نحولها في عملية الكوانتايزيشن إلى قيم 110 وهكذا، ونرجع العملية يعني بدأت منا من الكيرف المنحني تتحول إلى زيرو قيم، وبعدين تتحول إلى قيم رقمية نسميها ديجيتال سيجنال. أرجو أن تكون المحاضرة قد فهمت، وإن شاء الله أي أسئلة موجودة أنا حاضر. أتمنى لكم وقتا ثمينا وإعادة إن شاء الله المحاضرة، وأي واحد عندنا سؤال يكتب لي إن شاء الله داخل الجوجل كلاس روم. شكرا جزيلا لكم، شكرا على جهودكم، وإلى محاضرات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.